الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير. مع حضراتكم مسز ريم محمود عبد الغني من مدرسة الشهيد عمرو بوهنداية المتميزة، الرسمية المتميزة للغات. إن شاء الله هبدأ مع حضراتكم سلسلة جربها بنفسك. أول حاجة هنعملها إعادة تدوير عن طريق استخدام كرتونة البيض. طبعا في كرتونة البيض ممكن استخدمها بخامات او اعمل منها خامات كتيرة، ممكن اعمل منها لوحات فنية زي اللوحة الموجودة قدامنا دي. هعرفكوا على الخامات بتاعتنا والادوات اللي انا هستخدمها. اول حاجة لازم يبقى عندي الوان مية، وعندي فرشة، عندي كتر، وعندي مقص. بس طبعا لازم ناخد بالنا واحنا بنستخدمهم، لازم يبقى بابا او ماما موجودين معانا عشان دول يعتبر مصادر الخطر. عندي مسطرة، عندي بوخ، قطع البوخ او اي حاجة ممكن نستخدمها لوحة بحيث ان هي تبقى البطانة بتاعتنا اللي هنحط عليها اللوحة الفنية. عندي ورق ملون لونه اخضر هستخدمه معايا. عندي مسدس شمع طبعا، بس برضه نبقى واخدين بالنا واحنا بنستخدمه. اول حاجة عندي هعملها ان انا همسك الكرتونة الكبير وهقصها بالمقص بالشكل ده. بتبقى جامدة شوية بس نحاول ان احنا نظبطها تبقى مظبوطة وتدينا الشكل اللي موجود في اللوحة. نقصها الاول قبل ما نلونها عشان تبقى سهله ان احنا نلونها من كل الجوانب. هتبقى بالشكل ده معانا. بعد كده هنختار الالوان اللي احنا حابينها ونلونها بحيث ان هي تبقى في النهايه بتبقى الشكل ده. هنلونها من جوه ومن بره، ونحاول ان احنا نغطي كل الالوان البيضه اللي موجوده عندنا، ونخلي بالنا بيبقى فيه زي حفر كده صغيره لازم ان احنا نلونها ونخلي شكلها جميل عشان تبقى بالشكل ده. انا اخترت الالوان الجميله دي بحيث ان هي تبقى على البطانة وتبقى ظاهرة واضحة وتبقى الوان الزهور اللي احنا بنشوفها. بعد كده انا بعد ما خلصتهم حطهم على جنب. ادي البطانة بتاعتي اهي. طبعا نعملها بالمقاس اللي احنا حابينه، مش شرط تبقى مقاس معين او على حسب الطول اللي احنا حابينه. اول حاجة هعملها هجيب مسدس الشمع، هنجيب مسدس شمع عشان خاطر نلزق الورق الاخضر اللي هنثبت عليه الورق بتاعنا. دي اول ورقة هنحطها.